أسبوعان فقط يفصلان مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة عن المجزرة التي ارتكبها نفس الجيش بحق نفس الأهالي في مخيم جباليا شمالي القطاع. وما بين التاريخين والمجزرتين مئات الضحايا سقطوا أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي. أما الجرحى فأعدادهم حسب منظمات صحية دولية تجاوزت الآلاف، الكثير منهم في حالة صحية حرجة. مخيم جباليا المكتظ بالسكان كان هدفاً للجيش الإسرائيلي الذي لا يفرق بين المدنيين وبين عناصر الفصائل الفلسطينية التي توجه له ضربات موجعة على مدار ساعة رداً على استهدافه المدنيين في غزة. أعداد الضحايا والجرحى في جباليا غير ثابتة، لكنها بالمئات إن لم تتجاوزها. الإصابات لا أبالغ إن قلت أن الإصابات بالمئات إذا ما وصلت الألوف. لا خطوط حمراء أمام الجيش الإسرائيلي كما أعلنت واشنطن، وكل شيء مباح لنيران الإسرائيليين. مستشفيات ومراكز صحية، مدارس، جوامع، كنائس، منازل مواطنين، كلها أهداف مشروعة لدى الإسرائيليين. أكثر من 500 بين قتيل وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، حصيلة قصف بستة أطنان من القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على مخيم جباليا خلال أقل من ساعة حسب وزارة الداخلية في غزة. أما الدمار الشامل فقد طال حياً بأكمله. متى ستتوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؟ سؤال يبحث عن إجابة في ضمير الإنسانية.